هكذا هي يوميات رجال الأمن في العاصمة منذ بداية شهر رمضان، حيث تشهد الولاية في العشر الأواخر حركية كبيرة من قبل المواطنين الذين يقصدون أماكن الترفيه والمحلات التجارية قصد اقتناء مستلزمات العيد. لي زوبيراسيون دو بوليس هادو نديروهم كوتيديان عند الأوقات اللي باينة، الناس كاع يخرجوا برا، نهار ناصيوري لي سونتر كوميرسيال على بالك الناس هنا يتوافدوا بكثرة. عندك ديسبوزيتيف لاور هنا باين، ها هو اللي كيصيري يصاروا صلاة التراويح، صلاة العشاء، وعندك لي سونتر كوميرسيال تانيك هنا، عندك الكوتي هذا، كوتي بازار حمزة هذاك سونتر كوميرسيال لا رويال هذيك، معناتها الديسبوزيتيف هذاك يبقى حتى ديسلوكاسيون توتال. حركية دفعت بمديرية الأمن الوطني بالعاصمة لتنظيم دوريات تفقدية لمختلف نقاط المراقبة على مستوى الولاية، بالإضافة للشوارع والفضاءات العمومية من خلال تكثيف الخرجة الميدانية. اليوم قمنا بخرجة ميدانية ليلية على مستوى قطاع اختصاص أمن ولاية الجزائر، أين وقفنا على مختلف التشكيلات الأمنية المقحمة في تأمين المواطنين خلال شهر رمضان. طبعا من خلال تواجد الشرطي على مستوى مختلف الفضاءات العمومية. الصابلات هي الوجهة الأولى للعائلة العاصمية، المنطقة هي الأخرى تعرف تواجداً مكثفاً لعناصر الأمن، مما بعث ارتياحاً وطمأنينة في نفوس الأفراد والعائلات. الأمن راه متواجد بكثرة في الصابلات، والناس راك تشوف لي فامي كلها راهي سهرانة، الحمد لله ربي لنا منها. دوكا مي الحمد لله ولينا نمشيو اون فامي، ولينا نورمال نخرجوا، ما يدنا لك حتى واحد، الحمد لله الشرطة واقفة وين تجوز تلقى كاين لا بوليس. جينا وحدنا ونولي وحدنا بفيكولي ولا بس علينا، ما كان حتى مشكل في الطريق، ني في الطريق ني هنايا، الحمد لله وكاين الامن او يروح ويجي. ويبقى ضمان امن وسلامه المواطن هو الهدف الاسمى لرجال الامن بالعاصمه، مما يضع على عاتقهم مسؤوليه لتامينها، خاصه في مثل هكذا اعياد ومناسبات.